أهلا بيكم في فيديو جديد مع مجلة الحياة. كتير من الفنانين والفنانات اللي تعودنا نشوفهم على شاشة التلفزيون أبنائهم كمان دخلوا الوسط الفني ونعرفهم كويس، لكن ما نعرفش إن اليوم علاقة أسرية أو قرابة بكبار الفنانين، وده بسبب إنهم مش بيحبوا يعلنوا عن ده علشان ما يتقالش إن سبب نجاحهم هو إنهم اعتمدوا على غيرهم ويضيع مجهودهم الشخصي. فمنهم الفنانة عفاف حمدي، كلنا نعرفها وعارفين أدوارها المميزة وبرعت وأبدعت في تقديم الدراما التلفزيونية، لكن قليل جدا اللي يعرفوا ان ليها ابن في الوسط الفني هو الممثل والمطرب نادر حمدي، اللي عرفوا الجمهور لأول مرة لما كان عضو في فرقة واما الغنائية. وكانت المفاجأة اللي ما كانش حد يتوقعها أبدا هي لما نشر نادر حمدي صورة ليه بتجمعه بوالدته وكتب عليها وقال: كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، وعقبال العمر كله دايما منورة حياتي. ووقتها كل الناس عرفت ان هو ابن الفنان عفاف حمدي. الجدير بالذكر إن نادر حمدي اتخرج من أكاديمية الفنون ودرس آلة البيانو، كانت بدايته الفنية من خلال مشاركته في كتير من المسابقات الدولية والمحلية، لكن الناس عرفته من خلال انضمامه لفرقة واما اللي تعتبر نقلة كبيرة في حياته، وشارك في كتير من أعمال التوزيع أهمهم ألبوم ليلي نهاري بالكامل لما طلب منه الفنان عمرو دياب إنه يقوم بتوزيعه وحقق الألبوم نجاح كبير، واستمر بالعمل مع عمرو دياب لمدة سنتين وشارك كمان معاه في أغنية كل حياتي. وانتقالا لحياة الفنانة عفاف حمدي، اتولدت في القاهرة في شهر أكتوبر وبدأت مشوارها الفني في فترة الثمانينات، وتزوجت من المطرب أحمد حمدي اللي كان مشهور بصوت العزب، وتوفى سنة 2000 وساب بعده ابنه اللي ورث صوته وحبه للفن. الفنانة عفاف حمدي عصرت جيلين من كبار الفنانين، وكانت أكتر أعمالها في التلفزيون وقدمت دور الأم ببراعة، وكان من أكتر الأدوار اللي ظهرت فيها، فقدمت أول أدوارها من خلال مسلسل الرجل والحصان مع الفنان محمود مرسي والفنانة هدى سلطان، وتوالت بعدها أعمالها على الشاشة الصغيرة وشاركت في مسلسلات منهم الريان، سوق العصر، شقة فيصل، زواج بالإكراه، الشوارع الخلفية، ليالي، أحلامك أوامر، السندريلا، وصرخة أنثى. وكمان شاركت في السينما من خلال فيلمين فقط وهم خمس نجوم اللي اتعرض سنة 2007 وفيلم البر التاني سنة 2016، ومثلت في مسرحية واحدة وهي مسرحية الناس اللي في التالت. بكده يكون فيديو النهاردة انتهى، استنونا فيديو جديد وفنان جديد مع مجلة الحياة.